صباح الخير اخواني اخواتي، معاكم اخوكم النوري هنا في ميموريال بارك في فانكوفر بي سي كندا، في يوم جميل مشمس ما شاء الله. انا نوريكم ان شاء الله البط الكندي كنيدين جيس. شوفوا ما شاء الله، شوف متلمين هنا يد في اليد، شفتي متفاهمين متوانسين، البط متوانس مع بعض. والإنسان يكره أخوه الإنسان، غير معقول غير معقول. المهم يوم إن شاء الله يوم جميل، فيه بعض الناس هناك جولوا وبعض منهم يلعبوا في البيسبول. والبعض جالس، وأنا جيت اليوم هون I'm having my brunch. It's right now it's Doha time, so we're having brunch. MashaAllah. هذا البارك هنا في فانكوفر من أجمل البارك هنا على فانكوفر، أنه فيه هذه الجلطة الماء البحيرة الصغيرة، وفيه ملاعب يا أخي دايرها، ملعب البيسبول، في ملعب تاني ملاعب تاع التنس أربعة ممكن ولا خمس، هناك ملعب تاع التنس أهو شوفوا فيها ملاعب تاع التنس، وفيه ملعب تاع كرة القدم، وفيه ملعب ألعاب القوى هناك. وكل ما بيهوكم منه تشوفوه من بعيد، ملعب هذاك ملعب ألعاب القوى، وفيه أشياء أخرى، فيه ملعب لاكروس، وملعب تاني تاع البيسبول، فيه مكان للبيكنيك. هذا هو مكان البيكنيك يا جماعة الخير، تريحوا هنا. بيكنيك ما شاء الله، دير البيكنيك تاعك. هاي جيب تشرب قهوة تاعك تاكل تقعد، وفيه مكان للباربيكيو، ها جيب الفحم معاك وتعالى، والحطب في اثنين. طاولات موجودة، ولا تجيب معاك الباربيكيو، هذه حديد الباربيكيو، تحط الباربيكيو تاعك صغير هناك، ولا في باربيكيو تاني، ها باربيكيو تاني. هذه اخذها تاع يوسف ادعيشها، زبالة هذه. Thank you.
هنوريك البط الكندي يا جماعة، كندا جيس مشهور محبوب. هام هون كلهم يشبهوا البعض يا أخي، والله سبحان الله، بس مختلفين. هي it's not it looks like all the same but مختلفين شوية، ولكن عندهم الرأس الأسود والأبيض. ماشي هذه كندا جيس يا جماعة. شفت كبار ما شاء الله. كندا جيس هذه هي جماعة الخير ليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020. نبقيكم بالخير، نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.